السلام عليكم رشيد الشامليح حلابات فلان الحنجري مش لصحابي انت الدار فلان الوالدين النش يا والله يرضي عليك يا رشيد الله يرحم الوالدين شامين وانا مش لامغ في الاخ نقطة جاي اخوان كيف جرت اذا ربي لدي الدنيا لا ضي الاخير مرة كنت تبع كيدهم غير ما نزاد غير ما حقي ما غنش عارف تبع لك كل شيء قلت يا رب تلقي دي وداني سبحان حسن سني وليحي يا رب نلقاك دي وداني سبحان بحال والما يا والله يرحم الوالدين ان شاء الله رشيد الله يرحم الوالدين السلام عليكم سي رشيد لاباس عليك صحة لاباس اش حفظتي رب العالمين اش حفظتي ربي في الدنيا والاخره الله يحفظك والديك للامانه اش كثر والله يعيد والله يعيد 729 الف فرنك صح والدي الله يحفظ عليكم ويجعل بالبركه ان شاء الله نشكاش نسوى الطاس